هنا نعلق قليلا. هو هناك خلاف في هذا الذي ذكرتموه، هو مسألة التضاد. المشارقة بإمامة ابن الجزري يقولون لا يكون الإدغام الكبير مع المد ولا مع الهمس، أنتم تقولون بأنه يجوز. هذه ليس مسألة اختلاف وإنما مسألة تضاد. فعندما يجرون مسابقة أما من طريق الشاطبية فالحق مع المشارقة، وقالوا بأنه لم يقرأ للسوسي إلا بالإبدال وما قرأ الإدغام للدوري، وعليه فالقصر للسوسي والإبدال للسوسي والإدغام الكبير للسوسي. هذا إذا توقفنا على الشاطبية. أما أنتم الذين هم أصحاب الداني وترون أنه يمكن جمع الهمز بالإدغام ويمكن الإدغام مع الهمز والإدغام مع الإبدال وما إلى ذلك، فلكم ذلك هنا. أما ابن الجزري الذي هو الإمام هناك يقول بأن يقول لكن بوجه الهمز والمد منع، وتكلم في ذلك كثيرا. فإذا جاءوا بمسابقة قرآنية وقالوا عن طريق الشاطبية والدرة، فمن قرأ بالهمز والإدغام فهو مخطئ لأنه غير موجود في الشاطبية. وأما إذا أجريت المسابقة هنا وقيل من طريق الشاطبية والدرة، فمن الممكن أن يجمع هذه ويكون شيئا مسموحا به عندكم. لكن هذه مسألة الضاد، مسألة اختلاف ومشهور، ونحن لا نستطيع حله. وبارك الله فيكم.